مشاهدينا، بدايتنا دائما مع فقرة إبداعات، وقلنا لكم في بداية الحلقة راح يكون معانا شاب موهوب بالشعر، بس مو شعر باللغة العربية، باللغة الإنجليزية. حياك الله معانا عبد الهادي بشهري في برنامج كافي 20. الله يحييكم. بداية عبد الهادي، من وين جت لك هذه الهواية؟ يعني كذي ولا أنت أساسا جربت واكتشفت بنفسك أن أنت عندك الهواية هذه في هذا المجال أنك تكتب في اللغة الإنجليزية؟ الوالدة الله يعطيها العافية بلشنا من كنا صغار، كانت تجيب لنا اللي هي قصص بالإنجليزي، فكنا نقرأ، ويعني كل مرة قبل أن ننام هم تقول لنا قصص بالإنجليزي وهذا، فكانت تثبت خوخنا عرفت شلون. لما كبرت وصلت مرحلة المراهقة بالثانوية، كانت هذه طريقتي اللي أعبر فيها عن مشاعري. لما عندي مشكلة، عندي ظرف يصير لي بالبيت، ما اروح اتكلم مع الناس، كنت احيب ورقه واكتب انا بيني وبين نفسي واخليه بالانجليزي. بالانجليزي اوكي. كتبته بالانجليزي لان كنت انا طبعا مدارس حكومه، داش مدارس حكومه، بس كنت بطور روحي بالانجليزي. فاول شيء كان هو ثينك انجلش، كنت افكر باللغه الانجليزيه، فعلى اساس كذي كنت اكتب بالانجليزي على طول، ما فكر، ما مرت في العربي. اها. زين عبد الهادي، يعني يمكن حمزه ذكر ايضا انه يدرس ما شاء الله في مدارس حكومه، لكن الثقافه الانجليزيه موجوده. شلون فكرت انك تنشر هذه القصائد في كتاب، وعلى ما اعتقد كتابك اسمه كازيه؟ وش يكلمني عن طريقه نشرك حق هالقصائد، ويعني شنو كازيه؟ بالنشر الفضل يعود حق خالتي ام حسين. هي يوم كنت اكتب مثل ما قلت لك، كنت اخليه حق روحي، ما كنت اوريه حق احد. اوكي. جت هي يوم من الايام شافت القصائد، قالت لي ليش ما تنشرها حق الناس يشوفونها، يعني غيرك يشوفها يمكن يعجبهم، يمكن يستفيدون، يمكن هذا. ففكرت قلت يعني ليش ما نجرب؟ هو كان في دائما في هذا الخوف، التردد، انه يمكن ما انجح، يمكن ما حد يتقبل. بس الحمد لله اقدمت على الخطوه هذه ونشرت الكتاب الاول، والحمد لله كان في اقبال عليه. سعيد ما قلت لي يعني شنو كازيه؟ اسمه كازيه عشان اوضح. كازيه اسم القلم اللي انا اكتب فيه. اسم الكتاب الاول ذا ثرون اللي هو العرش. الكتاب الثاني اسمه بريز اوف اليكوينس. اي واحد فيهم بس اذا ترفع على اساس يبين. هذا الكتاب الاول ذا ثرون. طبعا كازيه مثل ما قلت لك اسم القلم اللي اكتب فيه. اسم غريب شويه. وهذا الكتاب الثاني؟ الكتاب الثاني بريز اوف اليكوينس. طبعا هذا ذا ثرون 2008، هذا 2009. هذا ثاني كتاب. زين عبد الهادي، انت يمكن هم تصميم الغلاف تصميمك انت، زين انت يعني تحرص على هالشيء انه يكون العمل كله من الى خاص فيك؟ يعني ما فكرت تستعين باحد ثاني اساسا يسوي لك الغلاف؟ ولان انت لما انت بتوصل صوره لك فكره خاصه حق الصوره هذه. الصورة هذه تكون داخل مخك، فلما انت بتوصلها ما اعتقد ان في احد ثاني راح يوصلها كثر ما انت تبي. بس ما اخبي عليك، مو بروحي سويتها انا. الاول الغلاف هذا تصوير، يعني صورة مصورة صورتني وهذا. حطيته مع الديزاين، انا سويته، بس الديزاين اللي وراه مع مصور ثاني. بس الديزاين نفسه سوى لي اياه رفيجي، هو ديزاينر. ضبط لي اياه. حلو. الثاني هذه مصورة ثانية، هي سويت اللقطة هذه بالأساس، سويتها كلها. أنا سويت مسابقة على الويب سايت، عندي ويب سايت، فسويت فيه مسابقة اللي يفوز بالهذا أحط له كفر، عشان أحط له والله شيء تشجيعي. فهذه فازت وخذت الديزاين مالها، ضفت عليه أنا صور، ضفت عليه هذا وسويت. إي بس أنت دائما تحرص أن الديزاين يكون اختيارك أنت وتصميمك أنت، بحيث أنك تختار كل شيء فيه. زين سعيد، كل شيء من الكتابه ومن الديزاين كله شغله اكيد هو يمكن قال يعني شيء جميل، قاعد يقول انا يعني عندي تصور معين، اكيد ما يبي احد ثاني يحط التصور اللي هو يشوفه في كتابه، لا هو كتابه من الجلد الى الجلد، هو يحط تصوره في البدايه وحتى الكلام الموجود داخل في الشعر. اذا بي حق الكلام، انت عرفت اعتقد في معارض، معرض الكتاب، شاركت في معرض الكتاب، يعني تقبل الجمهور حق اشعار عبد الهادي بوشهري، عطني هذا الانطباع ما بينك وبين الجمهور. هو كان في خوف، وخوف كبير بعد، ان طبيعي تجربه يعني جديده. اي ان اول ما ادش، يعني خاصه مجال، خلينا مجال شعر، بعد ان انجليزي ومتبديره عربيه، يعني قلت يمكن ادش ما في مبيعات كلش واطلع، لان ما حد يحب الانجليزي اساسا. هذا اللي شنو اللي صار؟ بس والله الحمد لله انا دشيت اشوف
بالمكتبة اللي دشيت فيها كان هذا الكتاب الأكثر مبيعاً. ما شاء الله. كان يجون شنو اللي كان يصير؟ كان يجون ناس يقرون يعجبهم يقولون حق ربعهم، ربعهم يجون ومن هذا انطلق انتشر. ففي عندك اللي هم المدارس الإنجليزية بعد، وفي نفس حالتي اللي كانوا مدارس حكومة بس حابين اتجاهات إنجليزية. زين ما أدري يمكن عبد الهادي شيء غريب إن الواحد يكتب بلغة غير لغته، خلينا نقول يمكن إحنا كلنا إذا في أحد يجرب سعيد ولا شيء يكتب بالعربي. عبد الهادي ما تشوف هالشيء هذا يعني غير عن عاداتنا وتقاليدنا، ولا أنت محافظ على هالشيء هذا من خلال؟ يعني أنت أضعف الإمام تكتب حتى لو إحنا نكتب بيت شعر، قصائد يعني لا، هذه لك الكلمة فيها. والله من ناحية العادات والتقاليد هذه ما أتوقع فيها اختلاف، هي موجودة وما لها شغل باللغة سواء كانت عربية إنجليزية أو لغة ثانية. بس نفس هاللغة، لأن مثل ما واحد يحب مثلا نقول علم نفس، واحد يحب يصير شغلة يعني اتجاه معين حق الواحد. إذا ممكن تعبر باللغة الإنجليزية بس عن تاريخنا، خلينا نقول عن الكويت بالإنجليزي. في قصيدة أنا كاتبها كلها عن الكويت، بس إن هو ليش تصير القصائد تيب بالانجليزي؟ لان مثل ما قلت لك انا لما جيت اطور نفسي قمت افكر بالانجليزي. فلما اي اكتب بالاساس او لما اي حين قاعد اكلمك تجيني الافكار بالانجليزي اول، بعدين اترجمها عربي واقول لك اياها. فمن هالناحيه واجه صعوبه شوي. بس لما اي اكتب ما اكتبها عربي بعدين اترجم، على طول تيب بالانجليزي. فلما اكتبها بالانجليزي اساسا. زين انت قريت، اقول في الشعر الانجليزي قريت عنه، عرفت شنو مثلا قواعده احكامه، ولا انت ماخذ الشغله هوايه ويعني بناحيه تلقائيه ابداعيه تكتب الشعر الانجليزي؟ انا ماخذها هوايه بس انه لا، قاري عن كذا شاعر. طبعا اشهرهم شكسبير. شكسبير. وحتى منه اكتسبت اللي هي السونت، اللي هي لا نوع من انواع القصائد يسميها السونتس. فهذه عندي 4 قصائد بالكتاب الثاني كاتبهم على نفس النمط اللي هو كاتب فيه. قريت واكتشفت ان الشعر الانجليزي بعد اول ما بلشت اكتب كنت اكتب اي شيء، يعني اكتب مراهق صغير اكتب اي شيء احطه، حتى اول كتاب اول قصيده كاتبها بحياتي حاطها يعني. فاول شيء ما التزم لا بوزن لا قافيه، نحط قافيه بس انها مو مضبوطه، وزن مو ذاك الزود وهذا. بعدين لما جيت اكتشفت تشوف نفس الاسلوب قاعد يتطور قاعد يتغير. عرفت شلون؟ عبد الهادي ما ادري يمكن انت قلت انه في تخوف يمكن تطرح لا ما انزله لا انزله. زين حق شنو تطمح؟ انت بالبدايه يمكن قلت انه ما راح يلاقي نجاح، بس انت قاعد تشوف ان مبيعاته ما شاء الله تقول الاول، حق شنو تطمح بالمستقبل؟ ان شاء الله ناوي على اساس اصدرهم برا، اللي ان شاء الله يعني انجلترا، اوروبا، امريكا في مجال. واتوقع ان هناك يكون الاقبال اكثر، لان هناك دائما هم نفسهم منهم وفيهم يعني. بعدين هناك يقدرون المواهب. صح. ويمكن سعيد دول برا كلهم يقرون، كل ما تروح مكان تشوف واحد بيده كتاب ممكن انه يشتري. بس انه هو في تخوف ثاني انه برا عندهم وايد كتاب بنفس الوقت وعلى مستوى. فواحد كاتب عربي يا يدش، ممكن يكون هذا شيء انه اتراكتيف، انه يعني واحد كاتب عربي قاعد يكتب انجليزي فيمكن يشجعهم. هذا ممكن. صح. يقرون. عرفت شلون؟ او حتى يمكن المواضيع اللي تكتب فيها، القصائد اللي تكتب فيها، ممكن لما تكتب عن الكويت او تكتب عن امور هم ما يكتبون فيها، لا والله اليوم راح تلقى احد يبي يقرا لك. ليش؟ لان المواضيع جديده، الثقافه الخارجيه او الشرقيه اللي هم يشوفونها وضعت لي عندهم، لا وبلغتهم بعد. عبد الهادي، يمكن سمعت ان عندك قصيده عن الوالد موجودة في كتبك، يعني إذا نسمع شيء من قصائدك حق السادة المشاهدين، يعني إحنا تكلمنا قلنا شعر إنجليزي وقلنا واحد يمكن مو متصور شلون راح يطلع يعني طريقة إلقائك أو هذا، فإحنا نبي كذي قصيدة منك حق السادة المشاهدين. طبعاً الكتاب الأول مهدي للهداء اللي فيه كان للوالدة، والكتاب الثاني للوالد. في قصيدة بالكتاب الأول كان الإيحاء منه كان من الوالد، هو كلمة قالها لي فيت قصيدة. يت على طول. أنا راح أقرأ لك إياها إن شاء الله، قصيدة عن الكويت. على أساس أبين لك شلون الإنجليزي ممكن يكون في اثنين. بس يعني حتى الوالد خلينا نقول مساهم معك، أعطاك الإيحاء الأول واشتغلت القريحة الشعرية. الوالد قلت له القصيدة وايد بالبيت كافية أتوقع. خلاص توكل على براحتك، أنت شنو ودك تقول؟ أهم شيء إحنا نبي نسمع السادة المشاهدين شيء من إبداعاتك، خلينا نقول بالشعر الإنجليزي. صحيح.
عظيم. يلا اسم القصيدة Diamond Edge. Kindled my love in the faraway lands. Utopia of illusion is renamed. What heart could not miss your sea and your sands? Among lovers, this love could not be named. I kissed you goodbye, you bade me farewell. Treasures of time, as my heart is the chest. I drank from all wells, you stayed the pure well. Sweet swell swam, she swallowed Poseidon's crest. Missing the gleaming glittery view of your diamond dust sea under the moonlight. Sunrise's rays ride my cheek dipped in love. On a diamond edge, this I recite. Lasts one poem and my love for Kuwait. فهذه قصيدة. الله يعطيك الصحة والعافية. بالانجليزي لما يخلص هم يقولون صح لسانك. رايتر تايم. لازم اخر شيء تكتب وسلامتكم بس بالانجليزي تكتب. طبعا القصيدة كانت عن الكويت وعن عن حب الكويت ويعني وصفت فيها بعض الامور. هو في شغلة انا لما اكتب دائما احط غير الكتابة احط شغلة داخل القصيدة نفسها يعني سر الى حد ما. القصيدة هذه تبدي بكندلد ماي لاف بعدين يوتوبيا اوف الوجن. بعدين what heart among I treasures لما انتي تاخذ اول حرف لما انتي تاخذ اول حرف من كل بيت راح يطلع لك كويت is my soul كويت روحي ف يمكن هذا السر يمكن حتى في حدا بياخذ شيء تقول لا هذه البدايه مو عندك لمسه حاط لك لمسه من خلال ابياتك واكيد هذا شيء يميزه يعني اذا في شغله يمكن ما سالناها عبد الهادي متى اول مره كتبت فيها؟ أول مرة كتبت فيها على عمري 15-16 تقريبا أول مرة كتبت فيها يعني ووريت الناس لا أول مرة أنت كتبت فيها لا كان وقتها مراهقة بداية المراهقة يعني قول 14 أبشر يعني قبل بعد بس ما تشجعت أن أوري أحد يعني لكن يرجع الفضل مثل ما قلت حق خالتك خالتي والوالدة طول بعمرها إن شاء الله الله يعطيهم العافية يعطيهم الصحة والعافية من خلال نشر ترى الشاب يعني لما يكون صغير يحتاج دعم من خلال ناس أكبر منه فأعتقد أن عبد الهادي يعني لقى هالشيء من خلال أهله ودعمه وبالنهاية أيضا يعني وضح أو أعطانا هذا الشيء حق الجماهير 2008 و2009 هذين 2008 2009 2010 2011 وينهم؟ 2010 قاعد اخطط على شيء اكبر ان شاء الله. اها. فمطول شوي، ان شاء الله على 2011 هذا السنه. يعني معرض الكتاب معرض الكتاب هذا ان شاء الله راح يكون في روايه. روايه داخلها قصائد انجليزيه بعد داخل الروايه. يعني منطول يعني منطول الغيبات ان شاء الله مذهب لنا غنيمه سنعه. هذه خليني اترجمها بالانجليزي عشان نقول بالانجليزي حقه على طول. زين عبد رساله سعيد عندك. رساله. احنا لما نوصل رساله انا ابي حكي كبير وهذا بما انك شاعر وكلامك حلو وصغير كذي ابي شيء نوصله حق الشباب الموهوب اللي خلينا نقول يستحي يطلع موهبته سواء في مجالك او في مجال ثاني. هذا انت قلته اللي يستحي يطلع موهبته ليش يستحي؟ يعني انا لما نيت كنت جاي اقدم على الخطوه كنت خايف فلما نيت اقدمت وخلصت اكتشفت ان هذا ما كان له داعي يعني رحت حتى لو فشلت شنو يعني حاول مره ثانيه حاول مره ثالثه. كلمتي حق الشباب اللي هم عندهم مواهب مهما كانت المواهب انت اقدم على الخطوه وشوف شنو يصير وياك ما نجحت كمل مره ثانيه مره ثالثه حتى اذا الفيلد نفسه مو راضي يعني مو يمشي وياك روح اتجاه ثاني اكيد في اتجاهات وايد يعني خصوصا يمكن سعيد عبد الهادي ما يدرس اصلا هالتخصص ولا لا بتخصص شعراء يمكن كهوايه ماخذه عبد الهادي انت شنو دراستك اساسا؟ هندسه الكترونيه يعني شوف ما شاء الله هندسه الكترونيه وعنده الوقت هذا ان شاء الله جامع بين العلمي والادبي الله يعطيك الصحه والعافيه عبد الهادي وشاكرين لك على قبولك الدعوه وحضورك هنا معنا ما قصرت وشرف الله يسلمك ما نبي نشوف عبد الهادي بشهري واحد نبي نشوف وايد ونبي نشوف في مجالات متعدده وبفقره ابداعات ان شاء الله لي قدام راح تشوفون وايد من عبد الهادي ابو شهري الله يعطيه الصحه والعافيه ويقدر ان شاء الله ونشوفه اكبر واكبر مشاهدينا هذا كان موضوعنا في فقره ابداعات خلينا نشوف بعد شنو عندنا من مواضيع